أنا اسمي الدكتور عمر سقاف، تابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية ورئيس لجنة تنظيم مؤتمر الإسعاف الأولي. هاي أول فكرة أو أول تجربة نقيمها وتستمر لمدة 5 سنوات، وهي إندكس. المؤتمر هذا يهدف إلى تطوير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تطوير المفاهيم الجديدة بالنسبة وين وصلت الإسعاف، والاستعداد للمرحلة القادمة اللي هو 2020 إكسبو. وهذا بيساعدنا أن نتعرف على تجربة الآخرين، وكمان نشرح للآخرين تجربة دبي في مجال الرعاية الصحية ما قبل المستشفى.